وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن تموت والله حي لا يموت وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ذلك ما كنت منه تحيد أي ذلك ما كنت منه تجري وتهرب وتفر تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ ثم ماذا أيها القوي الفتي أيها الزكي العبقري يا أيها الأمير يا أيها الوزير يا أيها الغني يا أيها الفقير يا أيها الكبير يا أيها الصغير كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تحول بينك وبين الموت حقائق أعلم أننا نحفظها جيدا لكنها تحتاج إلى من يذكر بها قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن الترمذي أكثروا ذكر هاذم لذات الموت أكثروا ذكر هاذم لذات الموت أكثروا ذكر هاذم لذات الموت وفي رواية حسن إسنادها شيخنا الألباني رحمه الله فما ذكر الموت في قليل إلا كثره وما ذكر في ضيق إلا وسعه إذا ذكرت الموت عرفت حقيقة الدنيا عرفت حقيقة هذه الحقيقة تلك الحقيقة الكبيرة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة المتألهين تلك الحقيقة التي شرب كأسها العصاة والطائعون بل والأنبياء والمرسلون تلك الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل كبير وصغير ومفكر وأديب أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام انظر إليه وهو على فراش الموت أي إلى أي أحد انظر إليه وقد التف الأطباء من حوله كل يبذل له الرقية كل يقدم له العلاج دار الأطباء وحاروا ولكنهم يريدون أمرا وملك الملوك قد قضى أمرا آخر فلا تستطيع قوة أن تحول بينك وبين الساعة التي حددها الله جل وعلا انظر إليه وهو على فراش الموت لتتعرف على حالك وعلى حاله اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتجعد جلده وبدأ يشعر بزمهرير قارس
يزحف إلى أنامل يديه وقدميه، فيحاول جاهدا في هذه اللحظات، في لحظات السكرات والكربات، أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيشعر أن الشفة كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله عليه النطق بلا إله إلا الله. فإذا أفاق في لحظة صحوة بين السكرات والكربات ووعى من حوله، نظر إلى الأطباء يقفون حول رأسه، ونظر إلى زوجته، ونظر إلى أولاده، ونظر إلى خلانه وإخوانه وأصحابه، فنظر إليهم نظرة استعطاف، نظرة رجاء، نظرة أمل، ينادي عليهم بلسان الحال، بل وأحيانا بلسان المقال: يا إخواني، يا أهلي، يا أولادي، يا أحبابي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، أنا الذي بنيت لكم القصور، وأنا الذي عمرت لكم الدور، وأنا الذي نميت التجارة، فمن منكم يزيد في عمري شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين، بل أو ساعة أو ساعتين. وهنا يعلو صوت الحق: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة، سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة، سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال الحكام والقياصرة، سبحانك يا من نقلت الكل بالموت من القصور إلى القبور، سبحانك يا من نقلت الكل بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والنساء والغلمات إلى مقاسات الهوام والجيدان، ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب، فسبح باسم ربك العظيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق،
كلا